تسمعه؟ هل هذا هو الإعلام؟ خبث إعلامي؟ نعم. هل هذه هي الحنكة؟ لا، هذا ضعف. الكلام هذا موجه لكل شخص. لا لا لا، لحظة، بدون تحيز ولا بعض المتسابقين؟ اثنين، بعض المتسابقين وبعض المقدمين يأخذون الخبث الإعلامي. أنا أعيد الكلمة لأنها تأكيداً على كلامك فقط. أنا أسألك، هل هذا الخبث الإعلامي اللي يقولونه؟ لا تسألني، أنا مقدم هنا، أنا اللي أسألك. أنت قد لك 15 سنة يا ما أنا مقدم، أنا أسألك مو أنت تسألني. إذا إن شاء الله بعد البرنامج صرت إعلامي أستضيفك، واستضيفني حتى لو على برنامج على اليوتيوب، بجي بحضر في حلقاتك طال عمرك واسأل السؤال اللي تبغاه، ويعرفون الناس أني جريء وأجاوب الأجوبة اللي أنا أبغاها مثل ما هي. أنعم وأكرم. فأنت جاوب الحين، الخبث هذا اللي قاعد تشوفها في بعض المقدمين بدون تحيز، هل أنت جريء يا أبو كاتب؟ شلون؟ هل أنت جريء؟ جريء؟ نعم. ما هي فقرة أني أعطيك صفاتي وأعطيك انطباعاتي؟ طيب الآن أنت جاوبت، وأنت المقدم وأنا المتحدث. أنا مقدم وأنا اللي أسأل. أنا عمو أكرم حسن. أنا لما أعطيتك المحاور، أنت الحين قاعد تتهرب من شيء أنت رميته، وقاعد تشوف نفسك أخذت الزاوية 90 مثل ما يقولوا. حاب تنسحب من الكلام هذا؟ قول لي أبو كاتم أنا أنسحب من الكلام هذا، وأعتذر للمشاهد والمقدم. أبا أعلمك أبو كاتم. ما تعتذر يعني؟ أبا أقول لك حاجة، أنا ما أخذ رسالة أخيرة. حاب تعتذر عن الكلمة؟ أبا أقول لك شيء، هذه رسالة لك الحقية، تفضل. هذه رسالة ما هي باتهام، أنا أبغاهم يرجعون.